دلوقتي احنا خدنا فحفح وشيبان. اول حاجه احنا خدنا عينه السامبل بتاعه الميه طلعناها بيها بره عند على السايد بنش، حطينا عليها 1 ملي من بفر ايه، وبعد كده حطينا عليها من 3 ل 5 نقطه من بفر بي. طبعا حاولت اللون بالشكل دوت. بعد كده هنجيب ورقه بيضاء نحطها هنا اهو، بعد ما نجيب الورقه البيضاء عشان تبين لنا اللون بس. اللي عندنا البيوريت بنملاها ايتا لحد النقطه رقم 6 لحد 0، بحيث ان احنا نبتدي نعمل تايتريشن بيها بالشكل دوت. ايه؟ طبعا التايتريشن بنقعد طبعا بنبتدي نعمل تايتريشن، تمسكها يمين وتنقط بالشمال، يمين وشمال يمين وشمال، هما قلبين مش مشكلة. هنفضل شغالين لحد ما اللون يبقى جريش جريش بلو. بعد كده يا فيديو كمان يعني انت سريع قوي. ايه سريع قوي ده شويه يعني بتبيع كتير، احنا بنستنى شويه لان شايف بيت الدكاتره يعني بيأخروا لحد ما يوصلوا، فبنفتح شويه جنبيه سريع عند بوينت هتروح يعني ممكن ايه تروح بس 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 خلاص بس خلاص هو ده اللون مش اللون ده الاند بوينت عدت اصلا الاند بوينت. نزل بقى بما انك بتصور نزل بقى 2000 عشان اوريك بقى الفرق اللون هيتبقى ازاي. استنى خدت قد ايه الاول؟ خدنا 15 وشرطتين 15 وشرطتين؟ لا 14 14 و18 ماشي يعني 15 ملي تقريبا. الفلاسك بتاعتك 100 ملي يعني انت المايه 100 ملي صح؟ اه ماشي مقبول. انزل بقى عشان ده الصح. ها ده يعتبر الصح عشان اوريك الغلط. الغلط بقى ان احنا نكمل كده اهو نكمل الغلط نفتح بقى من خلاص غلط بقى ميكس بقى ميكس تمام. ده الغلط يعني ده الغلط خلاص. انتوا بتيجوا في الامتحان بيطلعوا اللون ده بيطلعوا الالوان ديت خلاص. هو الصح ان الواين ريد يتحول للون شبه ال الجراي. اه تمام تمام شكرا لنا يا جماعه. احنا دلوقتي عملنا يعني ده بقى ليه اللون اللي المفروض ما يطلعش اللي يطلع الاول اللي احنا طلعناه الاول تمام كده. طب اصل ايه الدنيا بعد كده استنى خصوصا ناخد بتاع خدنا الرقم بتاع الرقم بتاعنا طلع 14 وشرطتين 14 و8 شرط. هبتدي 14 و8 شرط اللي هو بالنسبه لي ايه في القانون اقعد مكان ايه. بعد كده بي اللي هو البلانك اللي هم هيدوه لنا اضرب في 1000 على 100 ولا على كام؟ 1000 على 100 1000 على 100 بس.